Para ofisial, para pendamping, dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, kami panggil Kori dengan nomor peserta SB.218 untuk menuju mimbar tilawah. Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor SB.218 akan membacakan surah Ibrahim halaman 257 dimulai ayat 13 dan seterusnya. Peserta dengan nomor SB.218 akan membacakan surah Ibrahim halaman 257 dimulai ayat 13 dan seterusnya, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى
شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العظيم.